حكاية القصيدة سبقت حكاية الموال الذي أدته اسمها. حكاية القصيد أن بيت من الشعر مجهول المؤلف وصل إلى أسماع المجاهدي سلطان باشا الأطرش وصحبه. يقول البيت: يا ديرتي مالك علينا لوم، لا تعتبي لومك على سلطان. وسلطان هو ذاته سلطان باشا الأطرش، مفجر الثورة السورية الكبرى بال 1925 والتي انتهت بال 1927 والتي انتهت بتفوق فرنسا وتمكن فرنسا من قضاء الثورة، والذي أدى أيضا إلى أن خيرت المجاهدين إما الاستسلام أو النفي، فاختاروا النفي. حال الأميرة أمال مثل حال الأمير زيد لما كان مع الباشا والثوار منفاهم، وصلهم قصيدة العتب واللوم ضد ثورتهم ضد المستعمر الفرنسي اللي جابهم بالحديد والنار، قتل ناس ودمر بيوت وحرق بيوت وراحت محاصيل وكروم. وحال الجبل ما بيسر الخاطر، الناس صابها جوع وفقر وعم عن الناس كله، وضعاف النفوس حكوا حكي ما هو صالح بحق الباشا والثوار. وبيومها يا بيي كان الباشا والثوار منفاهم بواحة بالنبك وادي السرحان بالسعودية، يوم لف عليهم المرسال بالقصيد العاتب واللايم، واستقبلوا الأمير زيد بقصيدة أهيب وأحسن منها وبتقول: حياك يا علم اللفان اليوم من صربة ديرة الريان، أبطال وبظهر السبايا دوم فوق دمر كنهم عقبان، لابد ما تغدي ليالي الشوم وتعتز صربة يقودها الباشا سلطان. يا ديرتي مالك علينا لوم، لا تعتبي لومك على من خان. يقال أن أسمهان كان لها دور سياسي بتوصيل رسالة من الحلفاء إلى الثوار في سوريا، مضمونها بعدم اعتراض الثوار إلى الحلفاء في مواجهة حكومة فيشي مقابل الوعود بالاستقلال لاحقا. بعد انتصار الحلفاء بالحرب العالمية الثانية لم يوفوا بوعودهم بالاستقلال، ما أدى إلى اتهام أسمهان بتلك الفترة بالخيانة. بعد اتهام أسمهان بالخيانة وجدت نفسها في وضع مشابه لوضع سلطان باشا الأطرش، فاستخدمت القصيد لتصحيح وجهة نظر الناس إليها، بالإضافة لاكتسابها مكانة وطنية لما للقصيد من أهمية كبيرة عند أهالي جبل العرب. لا تعتبي لومك على من خان.